السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، اليوم نطرقوا الموضوع زبد البحر. هذا زبد البحر كلشي تعرفوا، يعني واحد المادة تخرج من المواج ديال البحر. كان بعض النساء غالطين الله يهديهم، تيخلطوا زبد البحر وتيخلطوا الشوك ديال القنفود وتيخلطوا الحديدة الزرقاء، الحديدة الحمراء، شي فراقش ديال الحمير، اعزكم الله، وبخور خبيث. وهاد البخور تيبيعوا العطارة نهار ولا في السواق، نهار 27، نهار عيد المولد، نهار عاشوراء. وهادشي راه خطير 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 جدا، لان اي حاجة فيها مادة حيوانية وفيها مادة ديال الجيفة الا تكون موطن خصب للشياطين. شحال من مرة جابت الطباخيرة باش تبخر على حساب بناتها، بلا ما مزوجات ولا ولادها ما تيخدموش ولا عندها التعب عاود العكس ولا غتحيد لها العين ولا خطا، بل تدير استدعاء وتدير حفلة للشياطين من تطلق الطباخيرة في المنزل ديالها، لان اي رائحة خبيثة تاتي بالشياطين وبالعواريد وبالتوابيع. والعالم ديال الشياطين راه ما نعاود لكم، انا عشت فيه 20 سنة، عشت في عالم الجن 20 سنة ودرستو 20 سنة، الان في عمري 40 سنة. لان الجن الشيطان ما عندوش عهد وما عندوش كلمه وما عندوش لانه هو خير الله عز وجل، مشرك بالله وتابع ابليس اللاعين، عاد بغى يخدمك انت كبشر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. اذا هنا يوم القيامه وعدنا فاخلفنا، بين قوسين وعدوك الناس وخلفهم. إذن هنا أن كما قلنا إلا ما تبخروا تبخروا بشي رائحة طيبة. ودائما أؤكد في الفيديوهات عاد تنصح في الناس، لأن الشرع علي وزر يوم القيامة، دائما الرائحة الطيبة. وأي مرة كان جيبت تبخيرها وتلقاها في دارها وباقي عندها من في الدار، تخرج تلوحها في البركاسة في المزبالة وتحتق راسها بتبخيرها. تدخل الفيديوهات ديالي وغتلقى أنواع التبخيرات الطيبات باش تطردوا الشياطين. ولا ما عارفاش تتصل بيا ولا مرحبا، حنا في خدمة عباد الله. وما تنساوش الاشتراك وما تنساوش البارطاج، الله يرحم الوالدين باش توصلوا للناس باش تفيدوا الناس، راه الناس تعاني في الصمت. هادشي راه قوة بزاف، ولا ما تعرف من الصالح من الطالح. وفائدة أخرى، زبد البحر ما تيخدمش للتباخيرة وما تيخدمش شي عمل روحي أو روحاني. زبد البحر تيخدم المسألة الطبية، أنا مصارا كذا معدة جروح، هادشي اللي تيخدم، ما تيخدمش هو للتباخيرة. الا خدم البخور عرف راه استعملوا شي فقيه او استعملوا شي شيخ او استعملوا شي عراف، عرفوا راه ساحر كهان. ولا استعملوا شي وحده في دارها من غير العيلات تكونوا هاويات غير تيسمعوا تيطبقوا، عرف راه كهانه. وزير على هذا واحد النوع تكون مربي الفكرون في الدار. الفكرون راه خطير انه يتربى في الدار، السلحفات، لان اي مراه تجيب شمعه وتكتبها تتشد واحد الزلاط وتقول لي جيب سيدك ولا نزيدك، جيب سيدك ولا نزيدك، جيب سيدك ولا نزيدك، تدخل في اطار محبه والارسال ديال تكهان ديال النساء الكهانات. وتوبوا الى الله جميعا لعلكم تفلحون من قبل ما يفوت الاوان، لان الموت عد اصابع بني ادم في اي لحظه. السلام عليكم.